النقطة الثانية الأستاذ صالح العجون تتعلق خاصة بسياق يعني رفع الحظر عن ولاية دلما، والحمد لله بعد هذه الجائحة الكبيرة، ما يمكن أن تقوله للمستمعين الكرام حول كيفية أو سبل خروج جامعة دلما آمنة مطمئنة من هذه الجائحة دون أن تسجل أي حالة لحد الساعة؟ الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله أنه هذه الجائحة يعني مرت على الجامعة ببرد وسلام كما يقال. الحمد لله احنا هزينا كل اتخذنا كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة أولا الموظفين اللي بقاوا هنا في الوقت في وقت الجائحة، في وقت يعني أشد الذروة تاع الجائحة كانوا هنا وصامدين ويعملون، وخاصة أولئك الذين يعملون خارج أسوار البنايات، دون ننساهم هؤلاء اللي بقوا هنا محافظين على خضرة الجامعة، على محيط الجامعة، والذين هم كانوا يعقمون الإدارة في خلال هذه تلك الأيام بدون خوف ولا هزل. فتحياتي الكبيرة والكثيرة لهم ولكل الناس اللي عاونونا من رجال الحماية المدنية وكل الفضوليين اللي قاموا بتعقيم الجامعة. الجامعة لم تنتظر يعني رفع هذا الحجز، رفع هذا الحجر على الوطن باش تقوم بعدة عمليات، وإحنا يعني كنا سباقين في إرساء هذه الثقافة، ثقافة التعليم عن بعد وثقافة كيفية التعامل مع هذه يعني ما بعد الجائحة يعني. وإحنا راح يكون لنا في هذا الواحد أكثر تفسير في هذا المجال.